معنا المزارع صادق ميرزا بيحدثنا عن شجرة الباباي. شنو أبرز مواصفاتها أبو جعفر؟ تتميز مملكة البحرين من قديم الزمان بزراعة الباباي، بس جت فترة من الزمان يعني شبه انقرضت بسبب تملح الماء، الفيروسات اللي تصيب الشجر، حصلنا بذور هجينة قدرت تقاوم أجواء البحرين، أصبح الباباي عندنا إنتاج طول السنة ينتج. الباباي هاي داخل أورنج، عكس أنت تنتظر باقص الباباي يطلع صفرة، لا هذه أورنج لها طعم مميز. هذا عندنا الباباية، شوف طريقة سهلة، خلاص قطعناها والحين بنقطعها هناك ونشوف شنو داخل المواصفات اللي تكلمنا عنها.